بودين الجمعي فارس عاشق الخيل منذ صغر، فحبه الشديد للخيل دفعه لأن يتخذ لنفسه مهنة وهواية تربية الخيول، فكانت بدايته سنة 1963. بودين جموعي قاطن بحي القريرات بلدية الدوسن ولاية ولاد جلال. بديت تربية الخيل في سنة 1963، لأن ما قبل اندلاع الثورة كان الأب رحمه الله يكسب وخدمته في ذلك الوقت التقاط المعيشة بواسطة الحصان. كان الآب مع أعمامي رحمهم الله يكسبوا الخيل ويزقوا بالثانية ويطلعوا في الماء على الخيل باه يسقوا الفلاحة. من ذلك الوقت ومن سقري وأنا عشاق في الميدان نتاع تربية الخيل، والشي اللي هو زاد أثر علي في عز وتربية الخيل هو عندما زاد عندي الابن الأول 11 نوفمبر 1964، زاد عند نسيبي أب الزوجة الحاج علي بالمبخوت رحمهم الله، زاد عنده أمهر من أحسن فرس من اللي كان يكسبه. هذاك الأمهر كان هو السبب اللي زاد دعم لي حب الخيل وحب الفروسية وحب السباق وحب كسيبة الخيل. هذاك المهر كان عندي خوي صغير زاد، وبقى مدة عامين وقدر الله عليه التحق بالدار الدائمة اسمه رشيد. من تمام العز نتاع أخوي اللي اسمه رشيد، المهر هذا اللي يتكرم لي به نسيبي رحمه الله أطلق عليه اسم رشيد. المهر سميناه رشيد على خويي. كذلك نهار اللي عديت الشهادة الابتدائية والبريفي سبورتيف نهار 15 ماي 1954، عديت مع مجموعة تلاميذ من ولاد جلال وسيدي خالد، أنا من الدوسن، زوج من سيدي خالد وسبعة من ولاد جلال، اللي نجحت أنا بريمي أول في البريمي سبورتيف وثاني في الشهادة الابتدائية، واللي نجح أول في الشهادة الابتدائية والثاني في البريمي سبورتيف اسمه بومدين رشيد. لصقت كلمة رشيد في الحصان على خويا وعلى حبيبي في الشهادة على القرآن. وهذا العود معروف كي عاد ملعامين اديته للخروبة في الجزائر، وكان من بين الخيول الممتازة في السباقات، وكان الفارس نتاعو الجوكي هو من فرنسا اسمه بورتمان. ومن ضمن التاريخ نتاع الحصان هذا رشيد هاو كتاب مألفه قاسم مرباح الله يرحمه، موجود فيه الاسم نتاعي رشيد وكيفاه اخر سباق داه في عيد الربيع في بسكرة. ومن ذلك الوقت زدت تطورت شوية في كسيبة الخيل، واصبح عندي حوالي 16 بين الخيل الذكور والفراسات، وشاركت عدة مرات في السباقات وتعلمت الفروسية على هذا الحصان اللي هو اسمه رشيد. وشاركت كذلك
في الجران بري السباق الكبير في تيارت وربحت الكاس، هذا الكاس ربحته في تيارت في 1968. والخيل اللي نكسبهم فيه نوع من كابياس وفيه نوع من البيرسا انجلي، وكان عندي كذلك زوج عيادات بيرسا عرب. لكن في المدة الأخرى أصبحت منهمك حول الخيول بيرسا انجلي، شريت فرس يسموها ماركيز دوبس كانت تربح في فرنسا، شريتها منين هبطت من فرنسا للخروبة، شريتها وزدت شريت لفحال يسموه فولي بلو عامل زوج الإنجليز، وبديت نولد بداو عندي المهار والمهرات حتى حكم ربي على فولي بلو لي طالون لفحل مات، زدت شريت لي طالون اللي راه عندي الان يسموه فودال خان من عند لقا خان، الان راني مولد بيه واصبح عندي حوالي 22 بين المهار والمهرات نتاع عام ونتاع عامين ونتاع ثلاثه ونتاع اربعه وعندي العيادات. طور من نفسه وكسب أنواع الخيل العربي الأصيل والأجنبي، شارك به في العديد من السباقات لورث حب الخيل لأولاده وأحفاده ويعلمهم الفروسية وركوب الخيل. فرس هو معناته فحل الفحول في الفروسية، سواء في الخيل أو في الكرم أو في الشجاعة أو في العطاء أو في الإخلاص أو في كل الميادين الخيرية اللي تهم المجتمع، هذا هو الفارس. موش بشرط يعود فارس في الخيل، يقدر يعود فارس في الكرم، فارس في العلم، فارس في الإخلاص، فارس في التوجيه الخيري، فارس في النصيحة، فارس في لم الجمل، فارس في لم الشمل بتاع أولادنا وتاع شعبنا وتاع وطننا، فارس في وحدتنا، فارس في حب الوطن، فارس في حب الجزائر، فارس في حب الشعب الجزائري، فارس في التآخي، هذه هي الفروسية. فارس يا ما تتكلمش على الخيل فقط،